إلى سوريا. تتواصل المعارك بين قوات المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام قرب آخر معسكرات النظام بريف إدلب. ومن جهة أخرى تحدث ناشطون عن تقدم لتنظيم الدولة الإسلامية قرب تدمر، تزامنا مع اختتام مشاورات روسية أمريكية حول الأزمة السورية في موسكو. الملف السوري بين المعارك والمحادثات في تقرير أمجد أبو عرفي. بينما يشتد القتال في حرب الاستنزاف بين جيش الفتح من جهة وقوات النظام السوري وحزب الله من جهة أخرى في القلمون وريف إدلب واللاذقية وسط ضبابية تفاصيل معاركها، تحتدم المعارك من الجهة الأخرى في محيط مدينة تدمر الأثرية بريف حمص بين النظام السوري وتنظيم الدولة داعش. بل إن مسلحي التنظيم تمكنوا من الدخول والسيطرة على بعض أحياء المدينة مقتربين على ما أفادت الأنباء من السجن المركزي فيها، كما خلفت المعارك دمارا واسعا نتيجة عمليات القصف، إضافة إلى ما يزيد على 300 قتيل من الطرفين خلال الأيام الثلاث الأخيرة منذ بدء المعارك. لن يكون هناك حل صريح واقعي إن لم يتحرك المجلس الأمن من خلال منعا باتا واعتبار مدينة تدمر خط أحمر. وقد أفادت أنباء تنقلها الناشطون داخل المدينة بعمليات نهب للآثار تشهدها تدمر، واتهم في كثير منها عناصر النظام، فيما نفذ جزءها الآخر عناصر تنظيم داعش. فتدمر تعتبر من أغنى المدن السورية بالآثار، إضافة إلى مخزونها من الثروات الطبيعية كالفسفور والغاز. وكان تنظيم داعش الذي سحب عناصره بشكل مفاجئ من المناطق الغربية والجنوبية قد سيطر على 3 حقول للغاز الطبيعي قرب تدمر، كان آخرها حقل الهيل، قاطعا طريق الإمداد لجيش النظام عن حمص، وكذلك طريق الإمداد وتواصل جيش الفتح مع جبهته المنتظرة في حمص. وهو ما شكل صدمة لجيش الفتح لتكتسب المعارك في تدمر أهمية خاصة لجميع الأطراف. ويأتي ذلك كله في الوقت الذي تجري الاستعدادات لعقد مؤتمر حوار لحل الأزمة السورية في جنيف، فوزيرا خارجية كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية التقيا في سوتشي الروسية، كما جرت لقاءات أخرى لممثلي البلدين على هامش المباحثات المنفصلة والتي ضمت إلى جانب النظام السوري أكثر من 40 فصيلا سوريا معارضا، في خطوة يراد منها إحياء مخرجات مؤتمري جنيف الأول والثاني، ولكنها تبدو أيضا محاولة لوضع صيغة تفاهمات حول شكل المرحلة المقبلة مع اقتراب انتهاء الأزمة في سوريا في ظل بوادر تبلور ما قد يشبه الصفقة التي يخشى من ارتدادها فتأتي بنتائج عكسية في ظل إصرار الثوار على إنهاء النظام ومجموعاته. ولمواكبة الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور كمال اللبواني المعارض السوري. دكتور كمال مرحبا بك في البداية. دكتور كمال في البداية، كيف تقرأ الأمور الميدانية على الأراضي السورية في الآونة الأخيرة؟ قلنا انه الخط البياني اللي يتجه يعني يسير لصالح المعارضه منذ فتره وهو في صعود وبزخم، والنظام فقد قدرته على استعاده يعني قوته القتاليه، وبالتالي يعني يميل النظام نحو السقوط بالتدريج، والكفه تميل لصالح المعارضه السوريه بشكل واضح، هذا بشكل عام بكل الجبهات. نعم. والدكتور كمال ايضا كان لقاءات امريكيه روسيه وايضا سوريه في موسكو، من شارك في هذه اللقاءات وماذا دعنا نقول صدر عنها؟ يعني هناك انفصال واضح جدا بين المعارضة السورية اللي ساكنة بالفنادق برا وبين الواقع على الأرض، كمان انفصال كامل بين السياسة الدولية وما يجري على الأرض السورية. أهمل الوضع في الأرض السورية فترة طويلة، وبالتالي لا أحد يستطيع السيطرة على هذه القوى المقاتلة، ولا يستطيع لا الأمريكي ولا الروسي اليوم أن يفعلوا الكثير من خلال المعارضة السورية أو من دونها، وبالتالي الأمور تسير يعني بدون انضباط وبدون سيطرة وتحكم. وأنا شايف سوريا رايحة على مراكز قوى ومربعات أمنية وستتعايش هذه لفترة ما. نعم. يعني دكتور كمال أنت تقول بأن دعنا نقول هذه المحادثات أو المشاورات بلا جدوى، وأن الأمور سوف تحسم في نهاية المطاف على أرض الواقع. يعني أنا شايف هذه الدول لا تستطيع فعل شيء، عاجزة فاشلة، سياساتها فاشلة، وبالتالي الأمور انفلتت وسوريا دخلت مرحلة الصومال، تصوملت سوريا وأصبحت مراكز قوى، وسيكون هناك خطوط قتال طويلة ولن يكون هناك حسم سريع للمسألة في سوريا. نعم، ولا يوجد أي حل سياسي ولا غير. نعم، يعني ربما دعنا نقول الوجهة أكثر إلى تقسيم سوريا كما تقول. لا يمكن تقسيمها كدول، لكن يمكن تقسيمها عسكريا.
نعم، يعني ما أفهمه أو ما أستسقيه من حديثك دكتور كمال بأنك لا تعول كثيرا على المحادثات إن كانت في موسكو أو في جنيف أو في منطقة أخرى. يعني أنا يائس من هذا الحال السعي، وأنا يعني أستنكر هذه الطريقة بالتعامل مع الملف السوري. نعم، الدكتور كمال اللبواني معارض سوري كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا.